السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقدم إليكم مقترح مشروع للمشاركة في أولمبياد البرمجة والذكاء الاصطناعي من مدرسة شهداء دير البلح الثانوية للبنات. المشروع بعنوان My System. فكرة المشروع باختصار هو تطبيق أندرويد يساعد الطلاب في إدارة الوقت الذي يتم استنفاده في عالم السوشيال ميديا وتنظيم أنفسهم وموادهم الدراسية ضمن خطط وجداول أسبوعية. بالنسبة للفئة المستهدفة من هذا المشروع، الطلاب في جميع مدارس وجامعات فلسطين وخاصة مدمني مواقع التواصل الاجتماعي منهم. كيف يعمل التطبيق؟ التطبيق يتتبع الوقت الذي يقضيه الطالب على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس ذلك فحسب، بل يتيح للطالب نفسه تحديد الوقت المراد إسرافه على هذه المواقع، وينبهه التطبيق تلقائيا بمجرد انتهاء المدة التي حددها ذلك الطالب. يتيح للطالب أيضا تصميم جداوله الخاصة لإدارة وقته، ويتم تنبيهه بالمهام اليومية التي تضمنها ذلك الجدول. كيف سيتم إنشاء التطبيق؟ بالنسبة لآلية إنشاء التطبيق، سيتم كتابة التطبيق بواسطة أعضاء الفريق بلغة البرمجة كوتلين على برنامج أندرويد ستوديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.